سواء البطولة العربية ولا التصفيات آسيا، كانت عندنا معسكرات خارجية من سنة طبعا تختلف، آخرها كان معسكرين في الطائف بناء على الأجواء اللي كان في الطائف والأجواء هنا. لعبنا 3 مباريات ودية، هي أقرب تجاربنا قبل البطولة هذه. الهدف الرئيسي اللي جيتوا به؟ والله طبعا الكل هنا، ما كل المنتخبات اللي جات هنا اكيد هدفها اللقب، شرف كبير انك تحصل على كاس العرب، والحين اكيد هدفنا ان شاء الله ان نحقق البطوله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله.